بس لو واحدة مثلا يعني في سني هتاخد مثلا أكبر منها بثلاث سنين بقى، يعني هنقعد نمرض بعض ولا نعمل ايه بالظبط؟ طب هو يا عايدة أصلا لحظة، الأصغر سنا يعني بقدين احنا عم نحكي فرق؟ يعني 40؟ 40 سنة؟ لا هو 40 مثلا، ممكن يكون عنده 40 سنة. لا مش للدرجة دي برضه يعني. 41 مش للدرجة دي. يعني ممكن مثلا يكون مثلا 55. بس يعني يكون يعني شباب لذيذ، ايه رأيك؟ شباب. يلا. حلو. يلا هو ده الخبر الجديد بقى. طيب وهو بس بصراحة، بما انه عم نحكي بصراحة، انت تاخديه 55، هو ليه يتجوز حد عنده 68؟ ما دي بقى الحاجات اللي بقول لك احبها وما احبهاش. كل واحد عنده ظروف، انا عندي ظروف. واكيد اللي هيبقى عايز، اللي ممكن يعني يكون مثلا لازم برضه يكون معجب مثلا، او يعني انت عارفه برضه في يعني الفنانه بيبقى ليها قواعد اخرى يعني، بتهيألي بيبقى ليها معجبين حتى مع التاريخ برضه، بيبقى برضه ليها معجبين برضه. اتجوز تاريخ بقى. اتجوز تاريخ. يعني زي ما انت بتقولي كده من غير ما تتحكي، دي حقيقه. لا لا لا، لانه افتكرت حاجه برضو حصلت. ايه رايك؟ ايه تمام. ايه رايك انت؟ رأيك. انت ما قلتليش انت رايك ايه في الحوار؟ ولا انت بس أنا بتسالي بس؟ لا انا مش بس بسال، بس انا إيه؟ بلاقي المعادله شوي يمكن بس لانك فنانه تلاقي هذا. انا ما بحبهاش. تلاقي هيدا الحكايه دي. ولو كنت بحب الحكايه دي كنت عملتها السنين اللي فاتت، من قبل كده ومن 10 سنين ومن 15، كنت عملتها. بس لو خيرت وكتير جدا جدا، بس انا مش بحب اتكلم يعني. يعني كتير كتير جدا جدا، بس انا يعني مش من الجو ده. انا ما بحبش الجو ده، ما بحبش حتى يكون حد اصغر مني يعني. انا ما حبش ده. لكن لما تيجي تفكري مثلا وتقولي مثلا طقيتي في دماغك هتتجوزي في السن ده، لا بس تجوزي حد يعني تعيشي معاه، يدلعك، تعيشي، تتفسحي، يدلعك بقى هو بقى. هو بقى ليه؟ اسأليه بقى لما هو يجي، اسألي. تبع أمريكا عنده كم سنة؟ والله مش عارفة، بس هو يعني يعني كبير مش صغير يعني. لو كان بيتابعك دلوقتي تقولي له إيه؟ هتفك البلوك؟ أقول له إيه يا دكتور؟ هتفك البلوك ولا إيه؟ انا هفك البلوك. ايه طبعا، بس ما فيش حاجه، ما كانش في حاجه صعبه يعني. بتقولي له بس إيه؟ انا كنت، ما هو بيحضر لك كل لقاءاتك اكيد. أكيد عم بيشوفك الليله. اكيد طبعا. هتقولي له ايه؟ كل حاجه. هقول له بلاش الظنون المنيله بنيله دي، ما تبقاش تتعصبي كده وتتنرفز على طول يعني كده، وتدي احكام كده سريعه، احكام مش مظبوطه يعني، ومش لذيذه ومش لطيفه. يا صديقي دي عايدة رياض مش اي حد. ايوه ايوه فهمنا. ايوه ولا نعيد؟ ايوه فهمنا. طب فاصل ونعود.